هو انا داخل نقاح بس يقولوا لي انت عندك سكه وضغط ما يصير. بس انا يوم الاحد الماضي كنت انا بالدائره وبالاجتماع اكد على كبار السن ليش حتى يعطيهم حمايه حتى الكل ما يقدرون يدعمهم سبحان الله لانه هو يقوي المناعه. حتى والله بنيه زميلتها قالت انا خاف على والدي والدتي لان سكر وضغط قالت انا طيبه لا فشرحنا لي اياه بسطنا لي اياه قالت انا بس اطعمها اروح القح العمر والعافيه حبيبتي ضروري والله يا رب وقعت بالكورونا الله شافعك الحمد لله الحمد لله ما كنت داخل انصاب الشخص الحد اكثر من 3 مرات لا سامح الله يصير اصابه فتقدرين تاخذين اللقاح ان شاء الله تحمين نفسك موجود موجود لكن مو بمركزنا مركز مو بالشام اللي هو مو بالشام يعني المركز الصحي بس انا مو من انا من الحليبيه جايه خطه اهلا وسهلا يعني مراكز ما تلقيه واذا انت حابه على البطاقه مالت السكن مالتك ان شاء الله يحميك يروح على ابو الشام لان احنا يعني احنا تابعين داخل مركز التقرير ضروري ضروري لا سامح الله عمر وعافيه تعرفين انه اذا ظهرت علي نحو العام ضيق بالتنفس سعال درجات حراره ارتفعت عندي كلش قويه ويصير عندي الم كلش بالمفاصل قوي لو سامح الله لو صداع ضروري انه انا راسا اروح اسوي اجراءات مسحه وما مسحه والعمر والعافيه بس حبيت بعد اوصل